الرئيس السيسي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والعراق على مختلف المستويات. منظمة الصحة العالمية تحذر من ذروة ثانية لتفشي فيروس كورونا. شركة أمريكية تبدأ تجربة لقاح يقدم حماية طويلة الأمد من فيروس كورونا. الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك احمي بلدك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أشاد بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة. من جانبه أعرب الحلبوسي عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكدا ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة في مصر 17,967 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات ل 783 حالة. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4,900 حالة. كما ارتفعت الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا يصبح 5,481 حالة. حذرت منظمة الصحة العالمية من ذروة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة دكتور مايك ريان إن العالم يمر حاليا بمنتصف الموجة الأولى، مضيفا أن أعداد الإصابات ما زالت في تزايد مستمر خاصة في إفريقيا والهند وأمريكا الجنوبية. واستبعد بدء اتخاذ معدلات الإصابة بالفيروس مسارا تنازليا في الوقت الراهن. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة فتح المتاجر الكبرى والمراكز التجارية بداية من شهر يونيو المقبل في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام. وقال جونسون في مؤتمر صحفي إنه اعتبارا من الأول من يونيو يمكن للأسواق أن تعيد فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة فيروس كورونا. هذا وسجلت بريطانيا 221 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي لنحو 37,000. عدلت وزارة الصحة الإسبانية عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بتخفيض ما يقرب من 2000 حالة. وقالت وزارة الصحة الإسبانية أنها اعتمدت نظاما جديدا لتتبع حالات الوفاة أظهر تكرار تسجيل عدد كبير من الحالات، مشيرة إلى أنها أجرت تعديلا على عدد الإصابات المسجلة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد لينخفض إلى 235,400 حالة. أعلنت شركة نوفافاكس الأمريكية بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح طويل الأمد ضد فيروس كورونا. وقالت الشركة في بيان لها إن اللقاح يضم عوامل مساعدة لتحفيز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة للفيروس وتقديم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية بشكل عام. وقالت الشركة في بيانها إنها تتوقع صدور نتائج التجارب في يوليو المقبل.
ختام الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.